يقول يحدث عندنا هذا العمل، هل هو صحيح أو لا؟ ذلكم أنه في يوم عيد الأضحى تؤخذ الضحية وتغسل، يغسلها المشتركون فيها، ومن ثم يقام بذبحها. هل هذا العمل صحيح؟ ثم إن ذلك يتم مع التكبير، جزاكم الله خيرا. هذا العمل غير صحيح، وغسل الأضحية قبل ذبحها لا داعي لذلك، وليس هذا مشروعا. وإذا كان تعتقدون أن هذا من العبادة أو من المشروع فهو بدعة. الحاصل أن هذا غير مشروع، والتكبير عنده أيضا غير مشروع، فهو بدعة. نعم، جزاكم الله خيرا.